بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نظم بصائر التارين لكتاب رب العالمين، نظم العلامة محمد مولود بن أحمد فال رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله على إتحافي، هدى ونور للصدور شافي، وصلواته تسح أبدا على محمد ومن به اهتدى. هل غادر السلف من تردمي، أم هل فنى فيهم نوال المنعم؟ لا والذي مبسوطة يداه، ما نقصوا بذرة نداه، بل يده سبحانه سحاء، لبد لا يغيضها عطاء. هذا وهاك من أداء ذكره، ما يخرج التالي به من نذره، مع اختصار موعب لم أجد له نظيرا في نواحي بلدي. إلا المخارج فقد كفاني مؤنتها البري والجكان، أضاف لاتفاقهم ما فيه من نهج ورش حسب مقتفيه. صنيعه إطلاق ما لا خلف فيه، وعزو ما فيه خلاف لذويه. وأسأل الوهاب أن يكون عونا على كتابه قالونا. باب التعوذ والبسملة. عذ ندبا إن تتل بسر أو شرف، وصل به باسم وبالرحيم قف. إن تقف صورة بأخرى بسملي، أو ذر وصح إذا يسيرا أوصلي بهيئة الوصل، فغن ما يغن كأحد، وانقل لخوف أو أب كذا فحدث وقترب وأذغمي. نون معين ألف اهتدى اصرمي، إلا براءة فلا يبسملوا، تلاتها بدوا بها أو وصلوا. وهل على كراهة أو حضري، قولين للرملي وابن حجري. وأحسن الوارد في التعوذ ما لكتاب الله جل يحتذي. باب المد. والمد من كلمته إن تبعه ساكن أو همز كجاء أشبعه، وبعد همز كي واخذ قلي، نأى أآمنتم به قصر واعدري. وإن تل الهمز صحيحا ساكنا فقصر ونحوه زؤا وإيتنا. أشبع ووسط واقصر إن تقف على سكون حرف اللين نوما تلا، كسوف كيف والرحيم الداعي. وأشبع النواجب الإشباع كما تلته همزة وما تلاه، هاء من التاء مبدل نحو الصلاة. وقبل همز القطع ميم الجمع قد سكنها قالون والمصري مد. وكل ما نقل الإجماع على إشباعه فقصره قد قبلا. باب الضمير. وها الضمير بعد ياء ساكني أو كسرة يكسر عند المدني، وبعد فتحة وتسكين وضم، نحو لهم هداهم أمرهم يضم. باب الراء. إن سكن الراء بعد كسرة ولم يتبعه مستعل فترقيق اللزم، فرقق النمرية فرعون لا قرطاسا إرصادا لحرف الاعتلا. وكل نيضا أوجبوا تفخيما عمران إسرائيل إبراهيما. وهكذا ما ضما أو فتحا تلا أو ساكنا تلاهما أو اعتلا، كعرض غرف نجر عمره وقرا وإصرا إصرهم وفطره. أو ذا انكسار ينجري عن كلمته نحو برب ارتبتم برحمته. وإن يلازمه فورش رققا إن لم يكرر أو يليه ذو ارتقا، في كسراج نهجه الإرقاق وضده الفرار والفراق. وفصله بساكن منسفر والخاء من ترقيقه لم يحضر، لكنه فخم ذكرا سترا وزرا وحجرا ثم صهرا إمرا. كذا يرق كل راء اقتفى سكون ياء واصلا أو واقفا. والكل ذا الكسر وإن يطرأ له، وإن تقف فراع ما جاء قبله. فغلظ الكبر وانحر ودبر، ورقق استغفر وراعي بشرر، في نهج ورش إذ يرق الأولى لا نهج عيسى إذ بفتحه تلا. باب اللام. غلظ ورش فتح لام انتلا طاء وضاء ثم صادا أهملا، إذا فتحن أو سكن كبطل يصلى وطال ظل وقفا أو وصل. والله فخ بعد فتح وانضمام، ورقق المكسور من راء ولام. أما الإمالة فلا تجب في كلمة من كلمات المصحف، ولم تمل حرفا من القرآن طريق الأصبهاني عن عثماني.
باب الإدغام فيرا ولا من أدغم نونا سكن ولا تغنه وفي ينمو وغن وخلف يدغمها في يوبلا غن كما حرز الأماني نقلا وأظهر الدنيا كذا قنوان كذا كبنيان كذا صنوان ونون ياسين ونون قد قرى أبو رويم مدغما ومظهرا والنون عند حمزة من فاتحة في قصص والشعراء واضحة والنون إن جا ساكنا من قبل با ميما خفيفا مع غن قلبا ولذوات الحلق أظهرنه وللبواقي أخفه وغنه وبعضهم يخفه مع غين وخا وغن نون مع لام قد وخا والذال من الظلم قد أدغموا وهكذا قاف ألم نخلقكم والدال في تاء وتنفيطا وفي دار كذا كلام في راء يفي وقد تبين وقال الطائفة قل رب أثقلت جلت معارفة والأحرف الثلاث بالإظهار تروى كما روى سراج القاري وكأحط وبسط تشدوا ولكن انطباق طائن يبدو وأدغموا أول مثلين سكن أعني السكون الحي كاهتدوا وإن وفك لاما قبل نون أوتى نحو جعلنا وجعلت قلتا لا تدغم الميم بغير ميمي ولازم التخفيف في حاميمي ميم الفواتح سوى حاميم شد وليس في فاتحة سواها شد فسين ياسين وطاسين وها طاها وها يا خففتها النبها وأظهروا فرضتم أفضتم والطر والمضطر واضطررتم حافظ على بيان غين سكنا أحرى بنحو لا تزغ قلوبنا والحاء من مقارب لا يدغم نحو فسبحه وفاصفح عنهم وذال فعل الأخذ لم يفكه عن تا سوى حفص وقاري مكة عيسى لقد ظلم كان الظالمة قد ضل فكه وورش أدغمه عكس يعذب من وعن عثمان قد نقل أيضا شدها عبد الصمد قالوا نيلهث ذلك اركب معنا روي عنه مدغما ومعلنا وغير ما ذكرت من مثقلي فإنه عن نافع لم ينقلي والشد من حرفين والتنوين حرف يحرك ويستكين باب الوقف الوقف الإنصات أواخر الكلم قدر التنفس وبالجواز سم ولكن التنوين والتحرك والجعل بين وقفا توفك تنوين ما فتح مدا اجعلي وغيره احذفه وسكن ما يلي وقف على المحركات مسكنا وذر على ما كان ما تسكنا وقتد بالرسم فصل ما وصلا واتبعه إثباتا وحذفا ما خلا ما حط للمثل كياء يحيي وواو إن تلو ويا يستحيي وشدد المشدود كالعلي ورد والمضطر والأمي وقف على ما خطة بتا وما بالهاء بالهاء كما قد رسما وليكونا وإذا لا نسفعا بألف كما برسم وضعا كذا أنا واحذفه وصلا حيث لا يليه همز فلنافع جلا بنحو لن ندعو ثم نعمتي وهو قف على سكون ميتي وهيئة الوقف بوصل اجتنب ما لم ترد وبسكوتك تجب والوقف جائز بكل كلمة على الأصح وبجزء حرمه باب الهمزة إن تكن الهمزة فاء وتلا ضما فبالواو لورش أبدلا فبيويد يواخذ مثلا يوده موذ مؤجلا ومدن سكن مطلقا وفي بير وبيس الذيب ذلك يفي وينقل الهمز لساج قبل كلمته صحيحا ومعتلا لم يك مدة إذ الإمداد تابا تحركا فلا تنقاد ويبتدي بلام أو همزة أل حيث لها تحريك همزة النقل ورد أخرى الهمزتين لينا مجانس الأولى وبين إن فتح الأول دون المقتفي أو فتح وردفا بالألف وبأنزل أئن تبينا لك المثال أآلهتنا
وجائز تحقيق كل همزتين حرك في كلمة أو كلمتين لنافع ثلاثة في اللائي حقق وسهل وتله بيائي ورشن النسيء ليهب لي اللا وأرأيت وها أنتم يتلى له بقلب والثلاث الأولى حقق عيسى الأخريين سهلا. فصل في همزة الوصل. للوصل همز ساقط فيه وفي ماضي خماس أو سداسي يفي وأصله وأمره والأمر من ذي ثلاث ساكن الفا كسري واثنين وابن وامرئ واسم وأل وأنثياتها ومهما لم تصل فبدأ به وافتح من وقبل ضم لزم ضم كسر غير ذا لزم وهمز أل بعد التفهم وجب تسهيله أو قلبه لما نسب باب الساكنين ومد احذف إن توالى ساكنان ولو طرى تحرك كقالوا الآن ورده وقفا كما خلقنا ولن تنالوا واو إذ نتقنا حرك من الحيين وصلا ما أتم لفظا وسكنه متى وقفا تأم بل كلما طرى سكون القافي سكنهما أو رم لدى الإيقاف كالوقف في مسك غفور غفار سوف وكيف وأضل القهار فجمع ساكنين ذو تعسري طبعا ولكن ليس ذا تعذري ولم ترد ثلاثة في السمع فيما لدى النشر وغيث النفع فمن يقف بأرأيت عنده سهل غير مبذل بمده ثم المحرك على أقسامي عشرة تاتيك عن إحكامي ففتح فاتحة عمران ومن عانيت ذات الجر فتحه قم وضم واو الجمع أو ميم النجا منها انتلي كسرة أو ياء سجا كأن تلاهما لدى غير أبي عمر فبالكسر تلا فما أبي واكسره قبل همز وصل يبتدى بغير ضم كامرئ وكهتدى وليس في ضم وكسر حرج إن يبتدى بالضم كادعوا واخرجوا وضمه نهج إمام طيبتي فاضمم له التنوين قبل اجتثتي باب زوائد الياءات قد زيد ياءات على ما سطرا عثمان وامتازت بأن تحمرا إذا قرأت جئ بها وصلا وفي وقف أزلها مسكنا ما تقتفي زوائد الياءات عند المصري أكرمني أهانني ويسري وياتل اتبعني وقل لئن أخرتني الجواري في تتبعا والمهتدي إصرا وكهفا يوتيا نبغي بها يهديني تعلما وأتمدونني آتاني المنادى وتسألني ما دعاني والتنادى والداعي والتلاقي ينقذوني فاعتزلوني مع ترجموني دعاء ربنا وعيد البادي وأن يكذبوني قال الوادي في الفجر ترديني كذا نكيري وكالجواب نذري نذيري خاتمة يا تاليا كتاب رب العالمين أقم حروفه أب ما يستبين وأخف ما يخفى وشد ما يشد وقصر أخ القصر ومد ما يمد فقادر على الأداء إن تركه ياثم ويحرم أجره والبركة وإن في مصائب بقاري صنعاء ذكرى لأولي الأبصار برص أعمي وأقعد كمه جذم إذ غير بعض كلمه وفي الذي تواتر السبع نفى فبعد أيام ذبيحا ثقفا واعلم بأن طرق القراء حق بلا ريب ولا امتراء لأنها نقل عدول ضابطين عن مثلهم إلى إمام المتقين والجمع إن خالف نهج العربي أو كان في كلمة عنه أبي وليس بالحسن ممن يقتدى به ولكن لم يروه ملحدا وها هنا بصائر التالين قد أتمه البر المصور الصمد والحمد لله على إنهائي ما رمته من واجب الأداء جعله المجيد للطلاب نهجا إلى نصيحة الكتاب يا ربنا فاغفر لمن قد ألفه أو خطه أو بمداد أسعفه بجاه من أمر بالترتيل صلى عليه منزل التنزيل.